بنهاية صباحنا لليوم حنروح للشباب وعمل الشباب وأهمية تطوير مهارات الشباب ودمجهم بسوق العمل بتقنيات حديثة، وهذا الشيء جدا مهم ضمن الظروف يلي عم نعيشها. كتير مهم اليوم شبابنا يكون عنده أساسات للنجاح إذا دخلت بأي مشروع. كتير مهم اليوم تدريب الكوادر الموجودة حتى على رأس عملها لتقدر تواكب هذا التطور يلي عم بنعيشه، وهذا شيء أكيد له أساسات وله تدريبات خاصة في كورسات وفي مدربين يا ليلى بيكونوا مسؤولين عن هاي القصة. تماما يا رشا، واليوم مع التطورات المتسارعة اللي عم نشوفها واستخدام كثير من التقنيات الحديثة بمختلف مجالات العمل، صار في حاجة ملحة للتدريب وتدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام هي التقنيات ودمجهم أكثر بسوق العمل، وأيضا دمجهم بالأماكن اللي فيها نقص في العمال أو في سوق العمل. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بصيرنا نرحب بضيفتنا الدكتورة سوزان يمني، مديرة شركة تدريب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. ميرسي دكتورة. يسعد صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم نحكي عن نقطة كتير مهمة وصارت حاجة ضرورية خلينا نقول يومية بسبب هذا السرعة اللي عم نعيشها، عم ننام على شيء، عم نفيق على حدث آخر، على تطور آخر. اليوم مهنة اليوم بحاجة لتطوير، حتى يعني اليوم إعلاميا اقتصاديا ثقافيا كله بحاجة لهذا التطوير. هون اليوم مهمتكم هي. خلينا بداية نحكي على أهمية مواكبة التطور وأهمية تدريب الشباب اللي يكونوا عم يشتغلوا صح بسوق العمل. ميرسي لاستضافتكم. اهلا فيكي. هلا بالنسبه لشباب سوريا، الشباب الخريجين والشباب اللي هن بسنوات التدريب بسنوات الجامعيه، يعني ما زالوا عم يشتغلوا على تحصينهم العلمي، التدريب هو اساس لتطوير وصقل مهارتهم العمليه، بناء قدره لدى الشاب بحيث انه هو يكون قادر ومتمكن اكثر، بيحس بفعاليته اكثر، وبيحس انه هو ملائم للعمل الوظيفي اللي هو رح ينتسب له فور تخرجه. في اشخاص كثير او في مجموعه كبيره من شبابنا السوري اليوم عم تشتغل وهي ما زالت في مرحله الدراسه الجامعيه، فعم تبني خبرتها بشكل مسبق، او عم بيكون في تغير في فرق زمني بين التخرج والحصول على الشهاده الجامعيه وبين اكتساب المهارات. اكتساب المهاره، ففي البعض عم يكتسب المهاره قبل ما يخلص تحصيله الجامعي، والبعض عم بيستنى ليتخرج من الجامعه لحتى يبدا حياته المهنيه. اي الله افضل اليوم الاثنين في طرق مختلفه للتعامل معهم. هلا ما فينا نحن يعني نصدر او نقيم او نصدر حكم اي افضل، لانه بترجع للشاب وظروفه واحتياجاته، ليش توجه للعمل قبل التخرج. لكن بشكل عام طالما هو أصبح مشارك بالحياة العملية فهو لازم يكون مؤهل مدرب لحتى يقوم بدوره بشكل فعال. بس بتختلف طريقة تدريب الشاب اللي بدأ حياته المهنية قبل ما يخلص تحصيله الأكاديمي عن الشاب اللي ما زال عم يدرس أكاديميا فقط وما بدأ مسيرته المهنية. هذا الحكي عم نحكيه من ناحية العمل، لكن في شباب بيحبوا ما بدهم يشتغلوا لكن بيحبوا يتدربوا ويخضعوا لدورات تدريبيه ضمن مجالهم اللي هن عم يدرسوا فيه، منهم لا بيستنوا لبعد التخرج. هذا اللي السؤال اللي انه اي افضل، انا اليوم وقت بتدرب وانا عم بدرس ام بستنى لحتى اتخرج وبعدين بتدرب بهذا المجال؟ لا، هي الافضل انه يبدا حتى بعمر صغير. يعني صار في توجه لتدريب اليافعين لبناء خبرات او لبناء القدره على التحليل والتفكير الاستراتيجي وعلى طريقة التحليل المنطقية وعلى وضع الخطط والأهداف وعلى تنظيم الوقت، فالأساس بيكون بأنه يبدأ بأبكر وقت، يعني بأسرع وقت ممكن، لأنه كل ما طالت مدة التدريب وكل ما انبنت الخبرة بشكل أكبر كان الشاب قادر يكون فعال أكثر بمساره الوظيفي. دكتورة، وقت منقول نحن بحاجة لتدريب الشباب والصبايا على احتياجات العمل واحتياجات السوق، نحن اليوم بحاجة لمهارات، بحاجة لأساسات، بحاجة لحتى نحن نحسب الخطوة اللي نحن عم نمشي عليها، ولكن اليوم للأسف العمل بشكل عشوائي ممكن عم يسبب فشل عند كثير من الأشخاص. خلينا نحكي اليوم نحن كيف قادرين نحقق هذا التوازن لندخل سوق العمل بشكل صحيح. هلا هذا التوازن بده توافر العناصر الأساسية، يعني هو لأكثر من شريك ليتحقق هذا التوازن بده تكون
الشاب هو جاهز وعنده النية للتطوير، وهو قابل أن يتطور، وهو قابل للتعلم، والجهة اللي هي اللي بدها تستعين بخبرة هذا الشاب هي المفروض تكون متوجهة لتطوير هذا العامل ولبناء الخبرة ولبناء عامل صحيح نفسياً ومادياً. مادياً ماشي الدكتورة اليوم مادياً ومهنياً طبعاً أكيد. وإضافة إلى أنه جهات التدريب لازم تكون متعاونة مع الطرفين، يعني المصداقية لدى جهات التدريب تبني عند الشاب خبرة حقيقية، بالتالي الجهة اللي هي الاقتصادية أو خلينا نقول القطاع الخاص أو القطاع العام اللي هو عم بيستعين بخبرة هذا الشخص هو كمان متوجه أنه ينمي له مهارته، والشخص قابل أنه، لأنه إذا ضعفت أحد المحاور أنت رجعتي، لأنه أنت تأخرت هي العملية بالحصول على أو تأخرنا للحصول على أفضل نتائج ممكنة، بالتالي هذا الوضع بيأثر على كل حياتنا اقتصادياً اجتماعياً نحن فعلياً نفسياً. فعلياً العمل هو يؤثر سلباً أم إيجاباً على كامل المجتمع بكل مفاصله. مثل ما عم نحكي عن الدورات التدريبية، وذكرنا أنه في شباب بيحبوا يعملوا دورات تدريبية سواء بمجال دراسة أو بعد المرحلة الجامعية، إسا ما فاتوا على سوق العمل، لكن اليوم كيف بده يعرف الشاب أو الصبية هاي الدورة مناسبة له؟ لأنه مثل ما شفنا بالمراحل اللي نحن فيها، يعني السوشيال ميديا صار في عناوين عم تجذب الشباب لدورات كلها أغلبها تجارية، كيف اليوم الشاب بده يعرف أنه أنا أعمل دورة عن ناس أكفاء؟ كيف بدي أعرف أنه أنا ما أحط مصاري على الفاضي، ما أرغب بس مشان أنا أخذ الشهادة، أنا فعلاً أتدرب؟ أنا بضع المسؤولية على عاتق الجهات اللي من اختصاص التدريب، المفروض أنها تلعب دور إرشادي وتوعوي ليس فقط تسويقي وترويجي، يعني بالتالي توضح له للشاب أنه أنت حسب توجهك، حسب مسارك، حسب تخصصك الجامعي وحسب قدراتك المفروض تمشي 1 2 3 تمام. على هذا البرامج، يعني ما المفروض فقط نستقطب نحن كجهات تدريبية الطلاب فقط لهدف تجاري ربحي تماما، لأنه الأكبر متضرر هو الشاب وفيما بعد الجهة اللي هي الموظفة وفيما بعد المجتمع بأكمله، لأنه الشاب عم ينوهم أنه هو تأهل أو عم ينوهم أنه هو عنده حاصل على عدة شهادات، بالتالي حقيقة لما عم ينوضع بالموقف اللي هو يعني مطلوب منه يقدم الخبرة العملية عم بيلاقي أنه عنده ضعف، عنده ركاكة، عنده نقص، يحتاج إلى أكثر. فهي الجهات التدريبية من أهم التزاماتها وواجباتها تجاه المجتمع أنه هي تلعب دور توعوي بثقافة التدريب والفروقات بين أنواع الدورات التدريبية، وأيضا إرشادي بأنه توجه الشاب إلى المسار الصحيح، الخطة الصحيحة اللي بده يتبعها لحتى يوصل لخبرة كبيرة. أكيد اليوم في أساسات كتير مهمة للنجاح، وكتير مهم اليوم نحن نعوض سوق العمل، نقص بسوق العمل. دكتورة اليوم الحديث يعني طويل مع حضرتك، ولكن نحن في كتير قصص حابين نحكيها معك، ولكن أكيد بصباحات أخرى. بدنا نشكر حضورك لليوم، نتمنى لكم هيك التوفيق برسالتكم اليوم بدعم هدول الشباب اللي هنن أكيد بحاجة لدعمكم ولإرشاداتكم ليكونوا على قد مسؤولية يكونوا لبكرة جاهزين. يعني شكرا دكتورة. شكرا لك وللمعلومات اللي قدمتيها، ودائما بالتوفيق لك دكتورة. شكرا لك. شكرا.